أقامت كتلة الوحدة الدستورية كود ندوة حول قانون الإعلام الإلكترونية، وناقش المشاركون في الندوة التأثيرات الإيجابية والسلبية لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي وقانون الإعلام المنظم لتلك الوسائل أو الوسائل الحديثة. الشبكات التواصل الاجتماعي حقيقة يعني خلقت إنسان سلبي عندنا في الكويت، يعني أتكلم الآن على المجتمع الكويتي، في سلبية مطلقة في المجتمع الكويتي، بمعنى أن الإنسان أصبح يريد كل شيء وهو قاعد في مكانه. إذن هذا أنا أعتقد جزء من المشكلة الشبكات التواصل الاجتماعي، الانعزالية والابتعاد عن الآخر، الابتعاد عن المقابلة والتحاور مع الطرف الآخر وجها لوجه، وبالتالي هذا أيضا خلق حالة من السوشيال فوبيا. هذا الجهاز حقيقة سلب عقل الإنسان، وأصبح هذا الإنسان أسير لأفكار الغير. قضية التوعية قضية مهمة، لازم نعرف شنو معنى الحرية، شنو معنى الدفاع عن المال العام، كل هالأمور لازم نفهمها. صدق أنه صار فيه التباس خلال الفترة الماضية من بعض النواب، الآن هؤلاء النواب لم يعودوا موجودين داخل مجلس الأمة، ولذلك أنا أعتقد فرصة لنا أن نعيد صياغة المشهد السياسي بحيث أنه يكون المفاهيم أكثر فهما. مهم من القانون أنه يكون في شخص مسؤول عن الجريدة الإلكترونية، يعني أنت حطيت جريدة إلكترونية على الأقل حط الاسم فوق على أساس الناس تعرف في حالة المساس بشخص، يعني أنت في طرفين بالقضية.